غارة جوية ثانية الآن على حي طريق السد بدرعة بالطيران الحربي. يبدو أن استراتيجية النظام العسكرية باتت تتجه إلى الاستخدام المفرط للبراميل المتفجرة في قصف المناطق الآهلة بالمدنيين، ففي القنيطرة سقط أكثر من 20 شهيداً إضافة لعشرات الجرحى في بلدة نبع الصخر بعد أن استهدفها النظام بالبراميل المتفجرة. ناشطون أفادوا بأن المنطقة شهدت حالات نزوح جماعي خشية من تكرار القصف، والتي شهدت أيضا قصفا واشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط قرية ممتنة. رما ريف درعا هو الآخر كان هدفا لنيران قوات النظام، فقد أفاد ناشطون باستهداف الطيران المروحي مدينتي إنخل وجاسم، مخلفا سقوط عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء، كما استشهد 10 أشخاص آخرين في حي شمال الخط بدرع المحطة جراء استهداف الحي بقذائف الهاون. أما في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في المدينة فكان هو الآخر في مرمى طائرات النظام، حيث استشهد أكثر من 8 مدنيين آخرين وعدد من الجرحى في حصيلة أولية. منطقة جيدور في حوران اشتدت فيها وتيرة المعارك، حيث قام الثوار بتفجير أحد أكبر معاقل النظام في منطقة الطيرة بالريف الغربي، تزامنا مع تواصل الاشتباكات في بصر الحرير، ما أسفر عن مقتل عدد من قوات النظام. مشهد الاشتباكات تكرر كذلك على أطراف مدينة الحراك بالقرب من اللواء 52 وسط قصف مدفعي عنيف طال منازل المدنيين. الله أكبر، الله أكبر.